جناح حزب عبد الله PKK في كردستان سوريا الجزء الثالث. هل تعلمون من أعطى المعلومات حول محل إقامة عبد الله أوجلان لتركيا؟ أقصد محل إقامة عبد الله وصورته أمام منزله في دمشق وإرسالها للدولة التركية. الإجابة باختصار هو العماد علي دوبا رئيس الاستخبارات العسكرية السورية في عهد حافظ الأسد. لنستمع معا لقصة العماد علي دوبا وحافظ الأسد وأوجلان. لفهم أحداث هذه القصة لابد من العودة لخليفة عام 88 عندما اجتمع الأطباء المختصين مع حافظ الأسد، وكان من بينهم فواز الأخرس والد أسماء زوجة بشار الأسد، حيث أخبروه صراحة أنه لم تبق للأدوية أي تأثير على مكافحة مرضه، وعليه تقبل حقيقة أن وضعه الصحي ميؤوس منه وفي خطر، وأعطوه مهلة العيش لسنة على أبعد تقدير. بعد أيام انتشر الخبر بين العلويين، فبدأوا باقتناء الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقنابل والمخازن في بيوتهم في دمشق وحمص وحلب وجميع مدنهم. بدأ موظفو الحكومة بنهب المال العام. من بين هذه القصص قصة الوزير السوري مفيد عبد الكريم، والذي سرق 300 مليون دولار من مشروع صفقة المقاتلات الكويتية المعروفة، والذي حكم عليه فيما بعد بالسجن 3 أشهر. فبدأ العماد علي دوبا بعملية النهب والسرقة والخداع أيضا، فكان يقوم بتوزيع أراضي اليهود ودولهم في حلب ودمشق على أبناء عمومته من عائلة دوبا، كما قام بمساعدة رئيس الوزراء آنذاك محمود الزعبي بالعديد من عمليات الفساد طالت العديد من الأملاك العامة. كشف علي دوبا أنباء عن محل إقامة أوجلان في دمشق، وباع هذه المعلومات للدولة التركية. آنذاك كان حافظ الأسد يعاني مرضا فتاكا خطيرا، مع ذلك وصلته معلومات أنه سيخسر أوجلان ويفقده نتيجة تجاربه. علم حافظ الأسد من يقف وراء هذا الأمر، فأصدر قرارا بإقالة العماد علي دوبا من منصبه، كما قام بتحجيم دولة دوبا داخل الدولة بإبعاد جميع أقاربه من عائلته من مناصبهم الحساسة كرئيس فرع الجنايات الأمنية في الحسكة ونائب مدير المختبرات الدفاعية في السفيرة إلى آخره. بعدها حقق حافظ الأسد مع دوبا عن مصدر هذه المعلومات والمبلغ الذي تقاضاه مقابل إعطاء المعلومات وصور أوجلان للدولة التركية. هذا ولم يكن لا علي دوبا ولا غيره من كبار شخصيات النظام قادرا على الكذب على حافظ الأسد، فأجاب دوبا: تقاضيت مليوني دولار ونصف على هذا العمل. فقال حافظ الأسد: استغللت حالتي المرضية أليس كذلك؟ فتوسل إليه علي دوبا طلبا العفو والصفح، وقام بتقبيل رجلي. فقال حافظ الأسد: لقد كنت حمارا وستبقى حماري، اسمعني جيدا أيها الحمار، شخص كعبد الله أوجلان ثمنه ليس مليوني دولار ولا يباع، لكن نفسيتك الدنيئة طاوعتك على بيعه بثمن بخس. الأسد ورغم دكتاتوريته كان داهية في إدارة أموره، حيث علم جيدا ما قاله لدوبا بأن أوجلان ليس للبيع. ولكي يفهم الجميع مغزى قول الأسد هذا، سنتحدث عن الوضع السوري خلال ما سمي بالربيع العربي ودور أوجلان وحزبه في حماية النظام السوري خلال هذه الأحداث. سنتحدث عن تسليم المناطق الكردية للPKK من قبل النظام السوري، وسنوثق كل شيء حول تاريخ إصدار هذه القرارات وعددها والتنسيق المشترك بين قوات النظام ومسلحي الPKK بصدد تصفية القادة البارزين للحركة الكردية وتأسيس فرع الPKK في كردستان سوريا وحدات حماية شعب كبك والسيطرة على الوضع وإنهاء الثورة والقضاء عليها، ووصولا لمسألة تسليم المنافذ الحدودية وبالأخص معاقل كردستان العراق وملاحقة المعارضين والتنكيل بهم وتسليمهم للنظام السوري، وكذلك تقديم التقارير اليومية للاستخبارات السورية. القرار الأول صدر عام 12 مع انطلاق الشرارة الأولى للثورة في المناطق الكردية برقم 5/27/84، والذي أمر بتسهيل عملية عبور مجموعة من مسلحي الPKK 150 مسلحا من معسكر قنديل في شمال العراق للأراضي السورية، والتنسيق للعمل على تسهيل عبورهم وتأمين نقلهم
بهم إلى فرع الأمن العسكري بحلب لتأهيلهم بدورات خاصة وفي معسكرات خاصة. في نفس العام صدر أمر للمسؤولين في حزب الاتحاد الديمقراطي بيادة الذين يقومون بمهمة حماية الحدود مع العراق وتركيا. الكتاب صدر عن خلية إدارة الأزمة وخصص مبلغ 250 ألف ليرة سورية لكل من يلقي القبض على أي عسكري يحاول الفرار إلى العراق أو تركيا مكافأة لجهودهم وتضحياتهم لحماية الوطن والقائد بشار الأسد. القرار صدر من مديرية الاستخبارات العامة في سوريا برقم 1/18/30 في 25/7/2012. تم إرسال مجاميع مسلحة من البكية ذوي الخبرة القتالية لحلب لتسهيل مهمة الجيش في تمشيط المنطقة وضف السيطرة عليها. الكتاب يحمل الرقم 15987 ميم ألف قاف عام 2012. تم إرسال بالقيادة لفرع الاستخبارات السورية 330 أمر فيها بي العمل والتنسيق مع قيادة الجناح المسلح لحزب الاتحاد الديمقراطي بيادة بتشكيل مجموعة مؤلفة من 4 مسلحين ذوي الخبرة القتالية واللياقة البدنية الجيدة، مهمتها تصفية أشخاص بارزين من الأحزاب الكردية الذين لهم تأثير قوي على الشارع الكردي. رقم الكتاب 4/17110. وتم إرسال برقية من الفرع 208 للاستخبارات لرئيس الفرع 330 في الحسكة برقم 1/91/32. طلب فيها ما يلي: السماح لمجموعة العناصر المسلحة من الجناح العسكري في حزب الاتحاد الديمقراطي التابع لحزب العمال الكردستاني في منطقة المالكية القيام بمهمات وجولات في المنطقة الحدودية المتأخمة للعراق وخاصة فيما سمي بإقليم كردستان العراق لملاحقة عناصر المعارضة السورية والفارين من الخدمة الإلزامية الذين يحاولون الفرار إلى العراق، علما بأن المجموعات تم تزويدها بكلمة السر بنداء ماكو. الكتاب صدر من مكتب الأمن القومي برقم 46/63 بتاريخ 6/3/12. يتضح هنا أن المشكلة الرئيسية هو أن يزاول الإنسان السياسة وفق مصالحه وهواه دون مراعاة تأثيرها السلبي. فعبارة شمال وشرق سوريا وحدها لا تكفي لتوضيح حقيقة كردستان سوريا، وهذه العبارة الأجنبية الداخلة تسببت عموما بخلق الضعف واليأس لدى الكرد. بعبارة أوضح، يستطيع الإنسان أن يعرف حقيقة كردستان سوريا كجزء من سلطة الدولة السورية. والسؤال المطروح هنا هو: هل مارست الباكك هذه السياسة العقيمة لتعريف كردستان سوريا؟ هنا ينبغي التفريق بين مفهوم وجوهر بعض الأسماء كروج آفا وشمال وشرق سوريا وقوات سوريا الديمقراطية، وبين حقيقة ومدلول كردستان سوريا وفصلها عن بعضها البعض. فما تفعله الباكك اليوم في كردستان سوريا هو أنها غيرت اسمها لروج آفا دون أن يعطي المصطلح أي معنى لغربي كردستان، كردستان سوريا. فعندما نقول كردستان سوريا نقصد بها أن جزءا من كردستاننا الحبيبة احتلتها الدولة السورية. فمع مفهوم مصطلح شمال شرق سوريا ليس بالإمكان نيل حقوقنا المشروعة، فالبكك تتحرك وفق العديد من الأجندات والمصالح ولإرضاء باقي المكونات. استولى البكك على العديد من القرى والمناطق وحقول الزراعة في عموم مناطق كردستان سوريا وأسمتها بشمال وشرق سوريا وحمد العشائر العربية كجزء من مخطط التغيير الديمغرافي والقضاء على الحقوق المشروعة للكرد. فالحقيقة التي لا تقبل التغيير والإنكار هي أن الباكك قدمت أكثر من 11 ألف شهيد تحت شعارات الكردايتي لشرعنة سياستها هذه وإدراجها في الأطر الدستورية والقانونية. بعدها غيرت أسماء مناطقنا ولم نعد نسمع بلفظة كردستان إطلاقا. فمصالحة الباكك كشمال وشرق سوريا تخلق تصورات كاذبة باعتبار أنه من الصعب تقبل كردستان سوريا وأنها بهذا تؤثر على ممارسات النظام وتعاملها، فحولوا كردستان سوريا لروج آفا ولم يبقى أي طعم أو حلم للقضية الكردية هناك، ولم يبقى بإمكان أحد التأكد من هل هناك أي حقوق للكرد أم لا. السبب في ذلك يعود لسادية أنصار الباكك وأتباعها الذين يقولون لا فرق بين استخدام مصطلح شمال وشرق سوريا أو روج آفا، فسياسة الباكك مقدسة ومباركة. فهم يجهلون أو يتجاهلون أن سياسة الباكك مرادفة للظلام والخوف والرعب والغموض. فهذه التنظيمات تزاول مهامها على حساب مشاعر وأحاسيس وجراح ووجود كل كردستان سوريا.